حمادو 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 وينكم هذا؟ ما سمعتونيش مصباح وانا نعيط. واش بيه هذا؟ انا هنا هات واش عندك. الخطره هذه عندي ليكم دوره سبيسيال، حاجه جديده على الاخر. دوره سبيسيال؟ روح يا سيدي. شوف، راح نديرو دوره سبيسيال في المونتاج، راح نديرو فيها الكروما، راح نديرو فيها الكلونن، وراح نديرو فيها الدوبليكيت. سبيسيال الكروما الدوبليكيت، وقيلا رحت فيها طول يا حمد. والله راه عندك الحق، راح فيها طول حمد. شوف يا حمد، اسمع مليح يا حمد، ما رحت فيها ما والو. الدوره هذه راح تكون سبيسيال في المونتاج. باش راح نخدموها؟ راح نخدموها بلا دوب افتر ايفكت. واش فيها؟ فيها الكروما، فيها الكلونن، وفيها الدوبليكيت بتقنيه الماسك. والدوره هذه راح تكون من 4 ل 8 فيفري 2016. وشكون راح يقري؟ ما تقوليش انت ثاني. لا لا، مش انا اللي راح يقري في الدوره هذه، واللي التخصص تاعو فريد جنايحي. فريد جنايحي؟ واش بيك تضحك؟ فريد جنايحي ايه، اني عارف فريد جنايحي ايه، بصح راهو من البارح وهو باين في المونتاج، وكي شفته تعبان هزيته وحطيته في البورتابل. واش بيكم هلا؟ حماد يقول دوره سبيسيال، والاخر يقول فريد جنايحي في البورتابل، واش بيكم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اش حمد؟ السلام عليكم، معكم فريد جنايحي، مختص في برامج الأدوبي، أدوبي بريمير، أفتر إيفكت، وكذلك برامج التصميم ثلاثي الأبعاد مثل سينما 4D، 3D Max، ريال فلو بوج، وإلى غيرها من تلك البرامج. سوف نقوم في هذه الدورة إن شاء الله بدراسة تقنية الدوبليكيت أو الكلورين، أي وضع نفس الشخصية وتكرارها في مشهد واحد مثل ما شفت في هذا الإشارة. هذا خاص طبعا بالمستوى الثاني، يعني بالنسبة للأشخاص اللي عندهم فكرة مسبقة على أدوبي أفتر إيفكت، بما أنه هو البرنامج المبرمج في هذه الدورة إن شاء الله. في نفس الوقت سوف نقوم في هذه الدورة بشرح مبسط لكل الخدع والتأثيرات اللي استعملناها في هذا الإشهار، بما أن هذه الدورة خاصة بالتأثيرات والخدع البصرية. فعلى كل الراغبين والمهتمين الالتحاق بنا في هذه الدورة، ومرحبا بكم.